كمستهلكين كتير بهمنا أنه الماركة اللي لنا فترة طويلة عم نتعامل معها ومنوثق فيها تكون بتواكب التطورات والتغيرات اللي بتطرأ بشكل عام. هيك بالضبط عملت جونسون بالمنتجات الجديدة اللي أطلقتها. في منتجات تعدل عليها وفي منتجات انضافت جديد. نحن اليوم بالسركال أفينيو بدبي رح نحضر مؤتمر جونسون نتعرف أكثر عن الموضوع. سهلا فيك معنا. أنت كأم وسفيرة لجونسون بالشرق الأوسط، خبريني عن تجربتك مع جونسون وسر ثقتك بجونسون. أوكي، أول شيء سر ثقتي بجونسونز إنهم ما يبخلون علينا بأي معلومات. لما دخلت موقعهم كل الدراسات كانت موجودة، فقدرت أقرأ كل شيء وأشوف يعني كل المعلومات من المكونات اللي بالمنتجات، شلون طريقة استعمالهم الصحيحة، فمو باخلين علينا بالمعلومات نهائيا. وبعدين حلو إنهم كشركة كبيرة قاعديون حق إحنا الأمهات البسيطين الصغار، وقاعد يسألوننا يعني شنو رأينا بالمنتجات، وقاعد يعني لما يسمعونا يعني صدق إن هم قاعد يطبقون خلينا نقول الأشياء اللي قاعد نطلبها منهم. فهذا أكثر سر على ثقتي فيهم. وفوق هذا هم شركة صار لهم 125 سنة بالسوق، فأمي كانت تستعمل جونسونز معانا، وأمي يعني طبيبة نفسانية، ف مدام أمي يعني استعملت هالمنتجات وإحنا كبرنا عليهم وربينا عليهم وربينا على خلينا نقول ريحة الشامبو الذهبي مالهم اللي يعني عجيبة. يعني حتى ولدي الصغير، عندي ولد عمره سنة وثلاثة أشهر، لما سبحه في المنتج يعني دائما أظل ماسكته يعني أشم ريحة راسه وبوس راسه، أشم ريحة راسه وبوس راسه من كثر ما يعني ريحته تجيب لي الذكريات. فهذا سر ثقتي فيهم وحبي لمنتجاتهم إنه متوفرة بكل مكان، سهل طريقة استخدامهم، فهذا اللي أحبه فيهم. تمام. هلأ أنت أكيد جربتي المنتجات الجديدة اللي أطلقتها جونسون، خبريني شوي عن تجربتك هاي بالتحديد وخبريني شو أكثر شيء حبيتي. أكثر منتج حبيته من الرينج الجديد اللي صار لي تقريبا شهر أستعمله اللي هو الباث تايم البنفسجي اللي حق البانيو، لأن لما أحطه بالبانيو ريحته حلوة بعدين يطلع رغوة، وبنفس الوقت لما طلع ولدي من البانيو ملمس جسمه وايد حلو، يكون خلينا نقول إنه رطب، إنه في مثل الزيت الخفيف مو اللي دبق. فهذا منتج حيل حبيته. المنتج الثاني اللي حبيته اللي هو الكوتن تاتش رينج. الكوتن تاتش رينج هو مو نفس الجونسونز العادي، هو شيء مميز هم مسوينه حق الأطفال من مواليد لستة أشهر. فهذا قاعد استعمله من فبراير، ممتاز جدا، ريحته خيالية، بعدين ملمس المنتج يعني حيل ناعم يعني مثل القطن، وهو أساسا في قطن المنتج. وشنو بعد حبيت فيه إنه عليه بامب، فلما سبح ولدي يعني ما له داعي أفتح خلينا نقول المنتج وأقلبه وصبه بيدي، لا إنه كذي بامب تشك تشك وخلصنا. وايد يسهل على الأمهات وايد. هلا مبدئيا نحن بالاستوديو زملائي ولا حدا فينا عنده اطفال، فبتوقع اكيد في نصيحه ان احنا كمان نستخدم جونسون، شو رايك؟ متفق؟ ليش لا؟ لان ترى انا ريلي ساعات ياخذ الوش وحاطته تكرمين بحمامنا، فريلي يستعمله، انا استعمله، وحتى بنتي تستعمله. بنتي عمرها 7 سنوات، فالمفروض انه يعني تكنيكلي ما تستعمل كوتن تاتش، بس يعني استعمل كوتن تاتش معاها. أنا من شوي كمان استعملته. شكرا لك نور. هيك مع نور بكون خلص مشوارنا لليوم. رح أرجع لعندكم على الاستوديو ورح أحاول أجيب لكم كمان منتجات تجربوها.